بكم إلى المسائية. نبدأ بالعناوين مع منير الحافي. مساء الخير وإلى عناوين هذه النشرة. ما في عقبات سياسية أمام تشكيل الحكومة؟ مشاورات التأليف تنطلق الاثنين ودعوات للإسراع بالتشكيل. لبنان اليوم يواجه مخاطر اقتصادية ومالية كبيرة جدا. التحديات الاقتصادية ومتابعة نتائج المؤتمرات الدولية من أولى أولويات الحكومة المقبلة. البيت الأبيض يرسل فريقا إلى سنغافورة للتحضير للقمة المحتملة بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية. كاميرا البناية فياتك مش مشاغب أو خالي. ولا مرة هالكاميرا كمشت شبكة كانت وراء أعمال الشغب بخريب. أمنك الشخصي دي بتعمل بس الأمن العام، الأمن العام هو بيعمل. اليوم صار فيك تستخدم أي بطاقة مصرفية بمراكز الأمن العام لنحسن الأمن وطول الإدارة. على مسافة ساعات من انطلاق عجلة التأليف بعد التكليف، يباشر الرئيس سعد الحريري استشاراته في المجلس النيابي مع الكتل البرلمانية والنواب المستقلين. الرئيس الحريري سيستمع إلى مطالب واقتراحات الكتل النيابية قبل أن يبدأ بجوجلة الأفكار والاقتراحات التي سمعها من رؤساء الحكومات السابقين وتلك التي سيسمعها في المجلس النيابي يوم الاثنين. وبانتظار انطلاق عجلة مشاورات التأليف فعليا، فإن الدعوات تواصلت لضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة بهدف مواجهة التحديات الاقتصادية ولمحاصرة تداعيات التطورات السياسية في المنطقة. وفيما كان القائم بأعمال السفارة السعودية الوزير المفاوض وليد البخاري يرفض المزايدة على موقف بلاده من القدس، كان التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية يعلن إحباط هجوم إرهابي بطائرة من دون طيار حاولت الاقتراب من مطار أبها جنوب البلاد. إذن قبل أقل من 48 ساعة من موعد الاستشارات النيابية في مجلس النواب، بدأت الكتل السياسية بالكشف عن مطالبها لجهة عدد الوزراء ونوع الحقائب، فكيف سيتمكن الرئيس سعد الحريري من فكفكة هذه العقد؟ تقرير ما أحطيت. شهر ونصف الشهر استغرق تشكيل حكومة الرئيس سعد الحريري الأخيرة، فهل تشكل الحكومة الجديدة بالسرعة نفسها؟ الأجواء السياسية التوافقية التي تعيشها البلاد تدل على رغبة بالتشكيل السريع تمهيدا لانطلاق عمل الحكومة، حكومة العهد الأولى بحسب الرئيس ميشيل عون. فهل تتطابق هذه الأجواء مع مطالب الكتل السياسية؟ ما في عقبات سياسية أمام تشكيل الحكومة، دائما كان يكون في عقبات سياسية من نوع شو البيان الوزاري، إذا فلان بيقعد مع فلان، إذا هذه الكتلة بتتمثل أو لا. فيبدو أنه ما في عقبات سياسية أمام تشكيل الحكومة لنحطها هيك. هلأ بموضوع قديش بده وقت، أنا برأيي هذا الموضوع مرتبط كتير بقديش في يعني عقبات مطلبية. الحكومة بده يكون عندها عنوان سياسي، وفي اتفاق بين كتل سياسية أنتجت تسوية بالبلد وأنتجت الانتخابات وأنتجت أهل مجلس النيابي هذا، وبالتالي بده يكون في عنوان سياسي. هلا اكيد مش ممكن تمثيل كل الناس، واكيد في ناس راح يعني ما تكون مبسوطه من تشكيل الحكومه، وهذا شيء بتشوفيه بكل مره. رغم المحاولات لتاليف حكومه وحده وطنيه بيطلع في ناس مش راضين. وحتى اللحظة لم يصل إلى الرئيس سعد الحريري أي طلبات من أي كتلة سياسية، وهو سيستمع إلى الجميع يوم الاثنين خلال الاستشارات، إلا أن كلاما بدأ يصدر من القوات اللبنانية عن محاولة إقصاء، يقابله كلام من التيار العوني عن تمثيل متناسب مع ما أنتجته الانتخابات النيابية. في تبادل سياسي من الأجواء نتجت عن انتخابات مكتب المجلس، عم بتشنج الوضع شوي بين القوى المسيحية. بس أنا برأيي هذا مش بالضرورة ينعكس على تأليف الحكومة، وبرأيي أنه القوات مكون أساسي لازم يكون ممثل مثل ما الفرقاء الآخرين. أنا برأيي الأوضاع الاقتصادية ضغطة، وأوضاع
سياسية بالمنطقة الضغطة، في أوضاع سياسية بالمنطقة الضغطة، وفي مواجهة مفتوحة مبينة واضحة تتطلب بأنه واحد ما يتوقف عند وزارة أو وزارتين أو عند مطلب إلا إذا كان محق بشكل أساسي ويمشي موضوع الحكومة. أما البيان الوزاري الذي شكل عقدة في أكثر من حكومة فيقول خوري إن سقفه سيكون سقف بيان الحكومة الأخير ولن يكون هناك إشكال عليه. بعد تمكن حكومة استعادة الثقة من إقرار موازنة العام 2018 فإن السرعة في تأليف الحكومة الجديدة باتت ضرورة ملحة، خصوصا وأن تحديات اقتصادية كبيرة تواجه لبنان. تقرير غيدة جبيلي. السرعة التي رافقت إنجاز الاستشارات النيابية الملزمة والتي أثمرت تكليف الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة عكست رغبة رئاسية ثلاثية بتسريع عملية التأليف، وها هو الرئيس الحريري يتطلع للشروع في الاستشارات لتشكيل حكومة جديدة الاثنين لتكمل ما بدأته حكومة استعادة الثقة اقتصاديا. فهل ستكون الحكومة الجديدة قادرة على حل الملفات الاقتصادية العالقة؟ إذا نظرنا إلى النمو الاقتصادي في لبنان في عام 2018 أقل من 1.5%، إذا نظرت إلى وضع المالية العامة العجز مرتفع بشكل كبير جدا يقارب 10% من الناتج المحلي، إذا نظرت إلى الدين العام بنهاية العام 2018 رح يوصل إلى 85 مليار دولار. إضافة لهذه المؤشرات الاقتصادية السلبية في عندك تحديات الدولة عم بتواجهها حاليا، هي تحديات جيوسياسية فيما يتعلق بسقوط الاتفاق النووي أو فيما يتعلق بالصراع المباشر حاليا بين إسرائيل وإيران، وبنفس الوقت ما يتعلق بالعقوبات الأمريكية المتجددة على حزب الله. من هون القوى السياسية ليس لديها الوقت وليس لديها الحق حتى أنه بعدم الإسراع بتشكيل الحكومة. حل هذه الملفات الاقتصادية من مقدمة أولويات الحكومة الجديدة، فيما النقطة الأهم تبقى في مدى مساهمة المؤتمرات الدولية في دعم خطط الإصلاحات في لبنان وكذلك الاستثمار. أن أحد شروط رئيسية كرمال لبنان يستفيد من وعود مؤتمر ساد هو الإصلاح المالي يلي مفروض عليها، أي خفض العجز بالمالية العامة من 10% إلى 5% كما تعهد فيها رئيس الحكومة مؤتمر سادر. ثاني ملف حيوي كثير جدا هو ملف الكهرباء، عم بكلف الخزينة العامة سنويا أكثر من مليارين دولار، لا الاقتصاد عندها القدرة ولا الخزينة العامة عندها القدرة تحمل أعباء النازحين السوريين، خاصة على أنه من مؤتمرات الخارجية اللي عم تجينا وعود 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 أكثر ما هي أفعال. وللصناعيين رأي أيضا. نحن بنتمنى على دولة الرئيس أنه يرجع يحيي اللجنة الاقتصادية اللي عملها بالحكومة السابقة، الوزارات اللي هي تتعاطى الاقتصاد إن كان صناعة أو كان زراعة أو كانت اقتصاد، انه يكونوا الاشخاص الوزراء اللي يكونوا ذو خبره بهذا الموضوع ويكونوا هن اقتصاديين. كل هذه الملفات ستترجمها الحكومه في شهر ايلول المقبل باعداد مشروع موازنه 2019، وهو يعد بمثابه اول خطوه من اجل احتواء المخاطر الماليه والاقتصاديه التي سيواجهها لبنان. الاستخفافات المقبله كانت محور لقاء جمع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، وقد عبر الجانبان عن ارتياحهما لانتخاب رئيس المجلس النيابي وتكليف رئيس الحكومة، وأملا بتشكيل سريع لحكومة وحدة وطنية موسعة تعكس التمثيل الصحيح. كما قيم نصر الله وبري إيجابا نتائج الانتخابات النيابية والمشاركة الشعبية الواسعة فيها. حرب تويترية بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية طرحت تساؤلات بشأن خلفيتها. أخذ ورد بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية عبر تويتر أبطالها وزراء ونواب الجهتين. الحكاية بدأت بتغريدة لوزير الإعلام ملح مرياشي قال فيها: ظن نمرود أنه يستطيع أن يفعل ما يشاء ويحصل على ما يشاء ويحتكر كل شيء لنفسه ولا يقاسم الخبز حتى مع إخوته، ليأتي الرد من وزير الخارجية جبران باسيل قائلا: العزل بات خبرية يلجؤون إليها للاستعطاف والاستحصال على زوائد سياسية، مشددا على أن كل شخص يجب أن يكتفي بحجم تمثيله لا أكثر، ولا اتصالات ولا اجتماعات ولا شكاوى ولا نق بالداخل أو الخارج ستنفع،
ليرد رياشي مستغربا أن تحمل تغريدة غير محلية معان محلية وكثيرة. من جانبه رد وزير العدل سليم جريصاتي على وزير الإعلام ملحم رياشي عبر حسابه على تويتر وقال: إلى وزير الإعلام بكل صدق، فتش عن نمرود تجده تحت سقف بيتك. فما كان من أمين سر تكتل الجمهورية القوية النائب السابق فادي كرم إلا أن رد بتغريدة عبر حسابه الخاص على تويتر قائلا: وزير باسيل، ما تكون مفكر حالك مالك الجمهورية، تلفيقاتك ما بقى تنفعك، حاولت تعزلنا ولما ما قدرت تراجعت، ما حدا كان سامع فيك لو منك غطى وسلاح للخارج. من جهة أخرى، غرد القائم بأعمال السفارة السعودية الوزير المفوض وليد البخاري عبر تويتر فقال: المزايدة على موقف المملكة من القدس مغامرة خاسرة وافتعالات مرجفة وكاذبة يروجها حاقدون يتاجرون بالقضية الفلسطينية وأيديهم ملطخة بالدماء. بعد الإنجاز الكبير الذي حققوه في بطولة الأندية العربية لكرة القدم، استقبل الرئيس سعد الحريري نادي النجمة في بيت الوسط، وشكر النادي الرئيس الحريري على الدعم الذي قدمه لتسهيل مشاركته الفريق في البطولة. لقاء شكر وتهنئة كان لقاء رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في بيت الوسط بوفد من نادي النجم الرياضي، ضم أعضاء الهيئة الإدارية واللاعبين والجهاز الفني برئاسة رئيس النادي أسعد سقال وحضور منسق الرياضة في تيار المستقبل حسام زبيبو. الرئيس الحريري هنأ الفريق بالإنجاز الذي حققه وأكد اهتمامه بدعم وتفعيل العمل الرياضي في لبنان، لافتا إلى أن الحكومة المقبلة ستعمل ما في وسعها لتوفير كل مقومات نهوض بهذا القطاع. الحمد لله نجحنا وهيدا مكسب للبنان ولكم، فالله يوفقكم ويوفق لبنان. ونحن يعني عم نتابع مع الشبيبة مع أسعد مع يعني أبريون، فبتمنى أنه يعني هيك تشدوا يعني تعملوا جهد كبير، وإن شاء الله يعني الله يوفقنا ويوفق لبنان. أنا متأكد أنه عندكم القدرة. بدوره شكر سقال الرئيس الحريري على كل الدعم الذي وفره للنادي. موفق بتشكيل الحكومة، وبدنا نشكرك على مساعدتك لنا لنفوت على التصفيات. حابب خبركم أنه طلبت من دولة الرئيس يحكي رئيس الاتحاد العربي لنفوت على التصفيات، بعد 4 دقائق قال لي مش الحال، والحمد لله نحن تأهلنا وبيضنا وجهك أول شيء ووجه نادينا ووجه لبنان. وفي نهاية اللقاء التقط الرئيس الحريري الصور التذكارية مع الفريق. وكان حشد من جمهور النجم قد استقبل فريقه في مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري يوم أمس قادما من مدينة جدة السعودية، حيث تحولت باحات المطار إلى ساحات رقص واحتفالات. تابعون في النشرة بعد الفاصل. ارتياح شعبي وسياسي لإعادة تكليف الرئيس الحريري تشكيل الحكومة. وللأسبوع الثالث موظفو المستشفيات الحكومية يواصلون إضرابهم. أهلا بكم من جديد. أكد قائد الجيش العماد جوزيف عون أن الإرهاب هو من أهم التحديات التي يواجهها العالم، وأن الجيش يتعاون مع جميع الدول الصديقة لمحاربته. كلام قائد الجيش جاء في ختام زيارته أستراليا، حيث أكد للمسؤولين الذين التقاهم أن الأوضاع الأمنية جيدة وأن الشؤون السياسية مستقرة بعد انتخاب رئيس للجمهورية وإجراء الانتخابات النيابية مؤخرا. أجرت النائب بهية الحريري اتصالا هاتفيا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس مطمئنة إلى صحته بعد الوعكة الصحية التي ألمت به، متمنية له الشفاء العاجل
ودوام الصحة والعافية. جاء ذلك خلال استقبالها في مجدليون سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور الذي هنأها على فوزها في الانتخابات النيابية. بطريرك أنطاكيا والسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي يبدأ زيارته لأبرشية صيدا مؤكدا أن جمال لبنان في التوافق والتفاهم والعيش معا. في مستهل زيارة رعوية لأبرشية صيدا تستمر يومين، وصل بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي إلى مدينة صيدا، حيث أقامت له بلديتها استقبالا حاشدا في باحة القصر البلدي شارك فيه حشد من فعاليات المدينة والجوار، تقدمهم النواب بهية الحريري وميشيل موسى وسليم الخوري. البطريرك العبسي أكد أن العيش معا في وطن واحد ممكن، بل هو مطلوب ولو بلغ حد التحدي، ولو عكر صفه معكر في بعض الأحيان بسبب ضعفنا البشري. هذا اللقاء يعبر أجمل تعبير عن انتمائنا أولا إلى بلدنا لبنان الواحد، بلد الجمال، لا في الطبيعة وحسب، بل على الأخص بلد الجمال في القلوب، في تلك الزهور اللبنانية النادرة التي تتفتح معا في كل صباح وتغفو معا في كل مساء على نداء الأجراس ودعاء المآذن. نستمد من وجود غبطته في هذا اليوم من أيام شهر رمضان المبارك الحافز إلى أن نتوحد جميعا مسلمين ومسيحيين على اختلاف جنسياتنا، لنؤكد بالدرجة الأولى على وحدة قضيتنا في فلسطين. ثم توجه البطريرك العبسي تحيط به الفعاليات المشاركة والفرق الكشفية إلى مطرانية صيدا للروم الكاثوليك سائرا على الأقدام، حيث رأس قداسا احتفاليا حضره لفيف من المطارنة والشخصيات. قدم النائب سمير الجسر ممثلا دولة الرئيس سعد الحريري واجب العزاء بالشاب نزيه حمود في قاعة مسجد الرحمة في القبة، يرافقه منسق تيار المستقبل في طرابلس ناصر عدرا. رحبت النائب ديما جمالي بإعادة تكليف الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة، معتبرة أن تسميته بشبه إجماع تؤكد ثقة الجميع به لقيادة المرحلة المقبلة، والتي تتطلب شخصية قوية قادرة على حماية الاستقرار وسط المناخ الإقليمي المتفجر، بالتوازي مع معالجة الملف الاقتصادي الذي يشكل أولوية لدى الرئيس الحريري. وأملت جمالي في بيان أن تتشكل الحكومة سريعا، معتبرة أن توزيع الحقائب الوزارية يجب أن لا يدخلنا في متاهات نحن بغنى عنها. في عكار لقاءات واجتماعات تؤكد على دور الرئيس سعد الحريري المحوري في الحياة السياسية. أكد عضو كتلة المستقبل النيابية النائب وليد البعريني أن تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة هو أمر إيجابي لصالح لبنان، وعلى هامش سحور رمضاني أقيم على شرفه في منطقة ببنين بدعوة من مختار البلدة حسن بركات وحضور عدد من الفعاليات، شدد البعريني على الوقوف إلى جانب الحريري متمنيا عليه إنصاف عكار بالمشاريع الإنمائية التي تحتاجها. معولين عليك يا دولة الرئيس، تكون حصة عكار محفوظة بوجودك بدعمك، نتمنى لك التوفيق، نتمنى إن شاء الله تنقي من عكار شخصية مناسبة لمركز مناسب ويحسوا حالهم العكاريين. أنت دائما عطائك مهم وعطائك كبير، نتمنى إن شاء الله يزيد أكثر وأكثر بإنصاف عكار بالتوزيع. بدوره لفت بركات إلى ثقة أهالي عكار بكتلة المستقبل، مشيرا إلى أن تكليف الرئيس الحريري تشكيل الحكومة يشكل بارقة أمل للبنان. بدعوة من أمين سر منسقية عكار في طيار المستقبل علي كنعان، أقيم إفطار رمضاني حضره نواب طيار المستقبل في عكار ورئيس دائرة الأوقاف الإسلامية الشيخ مالك جديدي وعدد من الفعاليات. بدوره بارك الشيخ جديدي للرئيس الحريري تكليفه بتشكيل الحكومة، مؤكدا أن عكار ستطوي صفحة الحرمان. وعلى اليوم أبارك للوطن برئيس حكومته بسعده ابن الرفيق على هذا الوطن. وفي الختام توجه الشيخ جديدي باسم المدعوين بالشكر لصاحب الدعوة على اللقاء.
أبدى عضو كتلة المستقبل طارق المرعبي ارتياحه في موضوع تشكيل الحكومة المقبلة آملا عدم التوقف أمام بعض الشروط والعقبات. المرعبي وعقب استقباله زوارا في مكتبه في مركز سيار المستقبل في عكار أكد أنه سيعمل على تحفيز الاستثمارات والمشاريع لإنماء المنطقة. نحن بنطلع على المرحلة الجديدة اللي فاتت فيها اللي داخل فيها البلاد، إن شاء الله بتكون إنمائية بامتياز وبيتقدم فرص عمل للشباب خاصة، لأنه هذا همنا الأساسي. نحن مطمنين بالنا أنه بإذن الله حيكون في توافق من كل الفرقاء على تسهيل مهام هذه الحكومة، تكون حكومة وحدة وطنية، تكون حكومة جامعة. الشيخ سعد أكد على هذا الشيء وأكد أنه إن شاء الله الحكومة بتكون جامعة لكل الفرقاء السياسيين، بهذا الشكل بتكون مسهل الأمور. مطلبيا يواصل موظفو المستشفيات الحكومية إضرابهم المفتوح للأسبوع الثالث ويستعدون لتحرك كبير يوم الاثنين. نفذ موظفو المستشفيات الحكومية اعتصاما من أمام مستشفى نبيه بر الحكومي في النبطية للمطالبة بتحقيق مطالبهم، مواصلين إضرابهم المفتوح للأسبوع الثالث احتجاجا على عدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بهم. سنة 19 ناطرين سلسلة رواتب، وهي السلسلة هي حقنا وحق مستقبلنا وحق الجلسة باعتراف الكل، حتى كل الوزراء اعترفوا أنه لنا الحق حسب الملكة 46 حسب القانون 46 مادة 17 بحق سلسة تتب الرواتب، بس ما يعطونا فتات السلسة بدنا إياها سلسة منصفة مثل ما عطوا كهرباء لبنان. نتمنى عليهم يعطونا سلسة تتب الرواتب محقة كما صدرت سلسة تتب الرواتب لكهرباء لبنان، نحن بدنا سلسة عادلة ومنصفة مثلهم. موظفو المستشفيات الحكومية يستعدون لتظاهرة كبيرة يوم الاثنين المقبل أمام إحدى الوزارات التي لم يكشفوا عنها، مشددين على ضرورة تأمين سلامة المعتصمين من قبل القوى الأمنية. النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. واشنطن تحذر نظام الأسد من التصعيد في الجنوب السوري. الإعصار مكنو يتراجع في سلطنة عمان ويزحف إلى السعودية. التقى الرئيس الكوري الجنوبي مع الزعيم الشمالي عند الحدود في المنطقة المنزوعة السلاح، في وقت كشف البيت الأبيض عن إرسال فريق أمريكي إلى سنغافورة للتحضير للقاء القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي. بهذه التغريدة على تويتر التي أشار فيها إلى حصول محادثات بناء مع كوريا الشمالية بشأن عقد اجتماع القمة من جديد، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأمل بلقائه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في 12 من الشهر المقبل في سنغافورة مع إمكانية تأجيل الموعد. ترامب في خطابه الأخير بالبيت الأبيض كان قد أبقى طريق العودة مفتوحا مع بيونغ يانغ على الرغم من إعلانه إلغاء القمة بسبب مواصلة الأخيرة تهديداتها النووية، لكن بيونغ يانغ لم تصعد من لهجتها والتزمت بالهدوء وأبدت استعدادها من جديد إلى الحوار، مؤكدة انفتاحها على حل المشكلات بأي طريقة وفي أي وقت، علما أنها كانت قد دمرت عددا من المواقع وفككت أخرى متعلقة بتجاربها النووية. وسط ذلك كشف البيت الأبيض عن إرسال فريق أمريكي إلى سنغافورة للتحضير للقمة المحتملة في وقت شهدت المنطقة المنزوعة السلاح على الحدود بين الكوريتين اجتماعا بين الزعيم الشمالي والرئيس الجنوبي تمهيدا للقاء القمة بين ترامب وأون. وفي حال سارت الأمور كما هو مخطط لها، ستصبح هذه القمة هي الأولى بين رئيس أمريكي في منصبه وزعيم لكوريا الشمالية عبر التاريخ. تراجع الإعصار ماكنو الذي يضرب سلطنة عمان إلى منخفض مداري عميق وبدأ بالزحف نحو المملكة العربية السعودية بعدما خلف قتيلين. ميكونو ذلك الأعصار الذي خلف حتى الآن قتيلين يشق طريق المغادرة من سلطنة عمان باتجاه المملكة العربية السعودية. الأعصار الذي تراجع إلى منخفض مداري عميق بدأ بالزحف باتجاه الشمال الغربي تاركا خلفه أضرارا في البنية التحتية بعدما حمل معه أمطارا غزيرة ورياحا شديدة
مع استمرار ارتفاع الموج. وعلى الرغم من نجاح الاستعدادات المكثفة من جانب السلطات العمانية والتي قلصت من حجم الخسائر البشرية، إلا أن طفلة في 12 من العمر ومواطن آخر قتلا جراء العصار الذي دفع بأجهزة الدفاع المدني إلى إجلاء نحو 10,000 شخص من المدارس والمباني الحكومية. أما ليل السبت فيبدأ تأثير الأعصار على المملكة بتكون السحب على الخرخير والربع الخالي، حيث توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يصاحب الإعصار هطول الأمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة قد تتجاوز سرعتها 75 كيلومتر في الساعة، على أن تستمر حالة الأعصار حتى الثلاثاء. أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية عن إحباط هجوم إرهابي بطائرة من دون طيار حاولت الاقتراب من مطار أبها جنوب المملكة العربية السعودية. ولفت التحالف إلى أنه استهدف المسؤولين عن إطلاق الطائرات بلا طيار من صعدة، مضيفا أن مطار أبها يعمل بشكل طبيعي. في غضون ذلك حررت قوات الشرعية اليمنية بإسناد من تحالف دعم الشرعية مفرق مدينة زبيد الاستراتيجي والمناطق المحيطة به جنوب مدينة الحديدة غرب البلاد. توصلت واشنطن وأنقرة إلى اتفاق من أجل ضمان الأمن والاستقرار في مدينة منبج الخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية في الشمال السوري. في غضون ذلك حذرت الولايات المتحدة النظام السوري من أنها ستتخذ إجراءات حازمة ومناسبة ردا على انتهاكات وقف إطلاق النار، معبرة عن قلقها إزاء تقارير أفادت بقرب وقوع عملية عسكرية في إحدى مناطق عدم التصعيد. نصل الآن إلى صفحة الأحوال الجوية ونتابعها مع كريستال عبد الساتر. بونسوار. طقس متقلب عم بيسيطر حاليا على أغلبية مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. تفاصيل أكثر عن طقس لبنان بنشوفها بعد جولة على الدول العربية. بنبلش جولتنا مع القاهرة، 34 33 بتونس، 21 درجة بالرباط، 42 ببغداد، 34 بدمشق، 31 درجة بالقدس، والختام ما بيكون مع الكويت 41، الدوحة 37 والرياض 39 درجة. نوصل هلا على طقس لبنان. بكرة الجو العام عم بيكون بين قليل الغيوم إلى غائم جزئيا، أما على الساحل الحرارة بتتراوح بين 21 و30 درجة، بالنسبة للرطوبة بتسجل أقصاها 80%، أما سرعة الرياح بتوصل لل 25 كيلومتر بالساعة. بالجبل عم تتراوح بين 19 و27 درجة، أما بالداخل عم بتسجل أقصاها 30 درجة. جولتنا اللي بتاخذنا من الشمال للجنوب بتفرجينا اكثر تفاصيل حراره ببعض المناطق اللبنانيه. بنبلش جولتنا من الشمال مع عكار 28، طرابلس كمان 28، 21 درجه بالقرس، 30 درجه بالكوره، 28 بالهرمل، 27 بالقاع، 26 ببعلبك، 27 درجه برياء، بنكمل عجبال 28، 22 بميروبه، 29 درجة بجونيا وببعبدا. بيروت كمان عم توصل فيها الحرارة ل 29 درجة، وطقسها عم بيكون بين قليل الغيوم إلى غائم جزئيا، زحلة 30، 29 بشتورة، 30 بعنجر، 29 درجة بمشغرة، جزين كمان 29، 27 برشية، 30 بمرجعيون، 29 درجة ببنت جبال، والختام عم بيكون مع بيت الدين 27، والمناطق الجنوبية صيدا سور وقانا و 30 درجة. مثل ما ذكرنا لبكره بيكون في عنا طقس بين قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع احتمال تساقط امطار متفرقه خاصه بالمناطق الجبليه، اما لبكره الحراره بتوصل اقصاها ل 29 درجه، اما ادناها ل 24 درجه. بالنسبه لنهار الاثنين والثلاثاء بيكون في عنا انخفاض بسيط بدرجات الحراره لتوصل اقصاها نهار الاثنين ل 28 درجه، اما بالنسبه لنهار الثلاثاء عم تتراوح بين 22 و 27 درجه. عم بيكون في عنا ضباب على المرتفعات، اما بمنطقه القرز الحراره عم تتراوح من 14 وال 21 درجه. هيدا كان كل شيء لليوم، ما تنسوا شو ما كان طقسكم المفضل، لقونا على طول على المستقبل. وفي الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. ما في عقبات سياسية أمام تشكيل الحكومة. مشاورات التأليف تنطلق الاثنين ودعوات للإسراع بالتشكيل. لبنان اليوم يواجه مخاطر اقتصادية ومالية كبيرة جدا.
التحديات الاقتصادية ومتابعة نتائج المؤتمرات الدولية من أولى أولويات الحكومة المقبلة. البيت الأبيض يرسل فريقا إلى سنغافورة للتحضير للقمة المحتملة بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية. وإلى هنا تنتهي هذه النشرة، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء إن شاء الله. إلى اللقاء.